السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع هذه الحلقة عن أشراط الساعة الكبرى، وهذا الموضوع إخواني وأحبابي بالله هو إثبات نزول عيسى بن مريم وسبب ووعد الله بتطهيره، يعني الله وعده بأنه يطهره. فبدي أثبت لكم أنه سيدنا عيسى بن مريم سينزل، لأنه في ناس كثير مدعين بالعلم ينكروا نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، منهم هذا اللي هو العالو عدنان إبراهيم، وبتطاول كثير على الصحابة رضي الله عنهم، مش معروف هل هو شيعي ولا سني، هو بدعي أنه من السنة بس بتطاول على سيادنا من الصحابة رضي الله عنهم، ومش معروف يعني شو مذهبه. وأنا والله ما بحب أحكي الموضوع هذا، بس لأنه بظل ينكر نزول عيسى بن مريم، وبنكر المسيح الدجال، وبنكر المهدي عليه السلام، وهي كل أحاديث مثبتة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما بنكرها اللي إيش اللي بنكر السني، لأنه كل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حق. حتى الأحاديث اللي ما بنفهمها أو اللي مش قادرين نفهمها أو اللي بنشوفها إنه إحنا بنحس إنه إيش يمكن مقولة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إنكارها، بيقولوا عنه حديث ضعيف أو بيمسك الحديث وحطوه على جال، بس ما بنكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أي إنسان. فأنا بدي أثبت لهم من كتاب الله إنه إيش سيدنا عيسى بن مريم سينزل، والله راح يطهره من ما فعلوا بالكفار بأنهم دعوه أنه ابن الله وهو الله. بنبلش إخواني بالله في سورة المائدة آية 72، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل، لأنه هو أصلا مبعوث لبني إسرائيل، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني ما فيش إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله يعني يضع مع الله إلها آخر فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار، لأنه هذولا يعتبروا ظالمين، لأن الشرك لظلم عظيم. بسورة المائدة آية 17 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حاشا لله، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ما حدا يملك ولا يستطيع يمنع فعل الله ما يريد، إن الله فعال لما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني الله أعلم أن الله على كل شيء قدير. هسا هم تقولوا إنه قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وهي ثاني واحدة بسورة المائدة آية 73 قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني نفس الشيء اللي قال إنه الله هو عيسى بن مريم، هو قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، اللي عند النصارى باسم الأب والابن والروح القدس، وحاشا لله أن يكون في إله مع الله، فلا إله إلا الله، يقول لك وما من إله إلا إله واحد لا إله إلا هو، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني تقولوا على عيسى بن مريم قالوا عنه إيش هو الله.
تقولوا عليه، قالوا إن هو 3:3. طيب في سورة المائدة آية 116 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وحاشا لسيدنا عيسى ابن مريم أن يدعي الإلهية أو أنه رب أو ابن الرب. طب سورة النساء من آية 155 لآية 159 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إخواني بالله، اليهود نقضوا ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، يعني كفروا بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني تقولوا على مريم أنها مش حضرة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني هم اتبعوا الظن وما قتلوه يقينا، بس ايش؟ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. استحونا رفع الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى بن مريم، رفعه وهو نائم، ومده رفعه يعني هسه عم تيجي بقول لك وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته، يؤمنوا ايش؟ هل هو رب؟ مش هذا القصد، لانهم ايش؟ قالوا عنه انه اله، وقالوا عنه انه ايش؟ 3:3، وقالوا انه ايش؟ هو الله. وإن من اهل الكتاب الى يؤمن به قبل موته، لانه سيدنا عيسى بن مريم لم يموت بل توفاه الله، الوفاء غير الموت، وجبت 10 طوائف بالماضي وشرحت ان الوفاء غير الموت، بس ايش؟ بقول لك ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. هسه عم تكون عليهم شهيدا يعني انه في زي عدنان ابراهيم بقول لك انه مات ومش راح يرجع، بتكون شهيد على مين؟ على بني إسرائيل إنهم كفروا بالله فقط، بس بقول لك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، يعني من أهل الكتاب سيأتي مرحلة يؤمن به بحقيقته إنه بس نبي ورسول وعبد الله سبحانه وتعالى، كان لما ينزل المرة الجاي يعني هو الله رفعه بس ينزله رايح يكون إيش؟ يبين للناس النصارى واليهود إنه هو كان نبي ورسول، لأنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ما في رسالة جديدة وما في نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب سورة آل عمران 55 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يعني الله سبحانه وتعالى قبل ما يتوفى سيدنا عيسى قال له
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني قلت لكم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني لما يروح الواحد ينام اللي الله كتب عليه الموت واللي الله ما كتب عليه الموت الله بيتوفاه. هنا الله سبحانه وتعالى ما يعني اللي لم يكتب الموت على سيدنا عيسى بس رفعه نائما. هسه رفعه من الارض الى السماء، هسه احنا مثلا مرقت 2000 سنه على رفعه، بس عند الله ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يعني سيدنا عيسى ابن مريم بيكون نائم صار له يومين. هسه بتحصل لبعض الناس انه بنام يوم او يومين، لانه اليوم انت بتحس اليوم. ان كان هسه في ناس مثلا حطوا بغرفه معتمه وخلينا قول له قديش نمت ما بيعرفش، يمكن ينام نص ساعة أو 10 دقائق أو 20 ساعة أو يومين، بس لأنه مكان مظلم ما بعرف إنه مر عليه نهار أو كذا، فمش رايح يقول له قديش نام، يقول له أنا نمت، الله أعلم قديش نمت. ونفس الشغلة سيدنا عيسى بن مريم، عندما الله يوقظه وينزله على الأرض ما بيكون عارف قديش نام، بس هو يومين يعني لحد الآن يومين. إن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني هسه الله توفى عيسى عليه السلام وهو نائم ورفعه إليه، بس كلمة ومطهرك من الذين كفروا. مين الذين كفروا؟ الذين قالوا عن عيسى ابن مريم أن الله هو عيسى ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة. الله راح يطهر سيدنا عيسى من قولهم. كيف؟ ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وتكوا وإن من أهل الكتاب إلا إلى يوم من به قبل موته. يعني لم يموت سيدنا عيسى بن مريم، فهذا بدل على نزول سيدنا عيسى بن مريم على الأرض، ورايح يكون إيش هو يبين للنصارى واليهود أنه مش رب ولا ثالث ثلاثة، عشان يكسر الصليب. يعني هاي فكرة الصليب، يقول لك وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له هسه على الصليب كسره لما يقول لهم أنا ما صلبت ولم أقتل. الصليب خلص انكسر الصليب. وقتل الخنزير إنه بقول لك الخنزير عليك وحرام، كما حرم على بني إسرائيل من قبل كما حرم على المسلمين من بعد، لأنه حرام الخنزير في كل الدين عند الله الإسلام. فهون بقتل الخنزير، يعني الخنزير كأنه مش موجود، ما حدا يأكل الخنزير بعد اليوم. وقلت لكم الله سبحانه وتعالى قال سيدنا محمد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهاد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام هو المهدي عليه السلام، والهاد للنصارى واليهود هو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. بس سيدنا عيسى بن مريم لما ينزل المرة الثانية بعد ما الله يطهره ويجعل الناس يعرفوا أنه كان نبي ورسول، رايح يتبع المهدي عليه السلام وصلي خلفه. وقلت لكم لا يجوز واحد أعلم من الثاني أو أحفظ لكتاب الله يأم واحد أقل منه حفظا، عشان يخل المهدي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه كخلقي. فهون يقول لك وجاع الذين اتبعوك اللي هم إيش الأمة، بس ينزل عيسى بن مريم يعني المسلمين من النصارى واليهود اللي رايحين أسلموا فوق الذين كفروا من أهل الكتاب. في بعض ناس يمكن ما يآمنوا، شايف علي؟ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. خلاص هنا ما بظل مستحيل، يعني المؤمنين المسلمين رايحين ينتصروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالمرة الأولى لما الله سأل سيدنا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، هنا عندما يوقظه من النوم بحكي له هالسؤال هذا، لأنه في إيش آيات أخرى بتبين انه ايش سيدنا عيسى بن مريم راح يكون عليهم شهيد. لانه بقول لك ويوم القيامه يكون عليهم شهيد. على مين؟ على اللي امنوا به، شاهد على اللي امنوا به مش اللي كفروا فيه، لانه الله طهروا. هون بيجي على سوره ال عمران اي 45، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين. هذا دليل على أنه وجيها في الدنيا. لأنه سيدنا عيسى بن مريم لما ظهر وخرج لبني إسرائيل وصار نبي ورسول ودعاهم والله رفعه، يعني ما كان وجيها في الدنيا، كان بس بين بني إسرائيل وشوي من الروم. بس لما أقول لك وجيها في الدنيا يعني كل أهل الأرض راح يعرفوا عنه، وفي الآخرة وجيها يعني معروف من وجهاء يوم القيامة. ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.